والله انا شايف ان هو مهاجم كويس، يعني ما فيش اي مشكله. حته الفينش دي توفيق وعدم توفيق. احنا مثلا استنينا على فلافيو مثلا سنه وشويه، كان برضه بيعمل كل حاجه بس حته الفينش دي ما كانتش موجوده. انا شايف ان هو بيعمل كل حاجه وما فيش مشكله، عادي جدا. يعني التوفيق وعدم التوفيق ده حاجه من عند ربنا. هو لو مهاجم مش كويس مش هيلعب. هو مهاجم صغير في السن، سريع قوي، بيعافر على كل كرة وبيأدي وما فيش أي مشكلة خالص. أما حتة مين اللي يحط الجون دي مش مشكلة، هو في الأول وفي الآخر مصلحة الفريق أهم. والله هو بكرة احتمال يكون ربنا يفرجها بإذن الله على الولد دون. أولا هو موجود سريع جدا ولعيب، بس هو الحظ مش مديله. ولكن برضو المباراة اللي فاتت بسم الله ما شاء الله عمل لعبتين ثلاثة حلوين. هو برضو بضيع فرص، إنما إن شاء الله بإذن الله إن بكرة يمكن هو المفتاح النصر لينا بإذن الله، وإن شاء الله نكمل المسيرة وناخد البطولة بإذن الله. والله هو لعيب كبير، بس هو يعني بينقصه شويه ان هو التوفيق بس قدام الجول، بيضيع فرص كتير. بس هو لعيب كبير وتحركاته كويسه، وياما حصلت مع مهاجمين كتير يعني ان هو بيضيعوا فرص في الاول عشان لسه ما خدش على الفريق قوي. بس هو لعيب يعني كبير في كل حاجه في الملعب، بس هو ناقصه بس موضوع الفينش، بس هو اللي عنده شويه فيه مشكله. بص، هو مش شرط المهاجم، يعني وليد ازارو بيفضي مكان فعلا ومجتهد، واحنا صبرنا على فلافيو سنه وخدنا نتائج جميله منه. فوليد هيبقى كده على فكره، وهيبقى احسن من كده، وهيبقى اسرع من فلافيو، لان عنده كوره، بيقف على الكوره كويس، بيحجز كويس، بيباصي كويس، بيفضي مكان لزميله، فهو جاي. فما نستعجلش عليه وما نحكمش عليه بسرعه، انما ولد جميل قوي وخفيف وعنده كنترول على الكوره، وان شاء الله هينفعنا كتير باذن واحد احد. يعني وليد ازارو هيعمل زي اللعيبه الافارقه الجامدين برضه، ما فيش لعيب بيجي في الاول كده ويبان، بس انا من رايي هيبقى لعيب جامد جدا وهتفوق جامد، وان شاء الله في الماتش ده انا حاسس هيجيب جون، لان النادي الاهلي انا متوقع النادي الاهلي يكسب 2-0، لان النادي الاهلي جاهز جدا، اذا كان من مجلس اداره، اذا كان من جماهير النادي الاهلي العريقه، جماهير مصر كلها بتستنظر الماتش زي منتخب مصر. اتمنى النادي الاهلي وازارو يجيب جون ان شاء الله، وعبد الله السعيد ونجوم مصر كلها جاهزين، والنادي الاهلي جاهز بدنيا كويس جدا وجاهز نفسيا، وجماهير مصر كلها وجماهير نادي الاهلي استنظرها اليوم الساعه ديت.